ربي صلِّ على محمد.
وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث البني السالب عالم الكيد والبعد وزيد الولاهب يسبه الملافل والبين والطالب والغالب ويحيد الناطق والصامت والجامد والذايب يضرب بعدله ساكن ويسكن بفتحه الغالب حكيم أظهر بنيائك به والعجائب في ترتيب تركيب هذه الكواكب خلق تخذ عدما وبدا وغوثا ولحما وجلدا وشعرا بنجم معتلف وتراكب مما يدبك يهرج من بين صلب وترائب لا كريم بسط لحلقه بسط كرامه والبواهب ينزل في كل ليلة من السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فولي له المطالب فلا رعيت قدام قياما بل الأقدام وقد جادوا من دموع السواجب والقوم بين نادم والتائم وخيف لنفسه وآدم وبهم من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكفك في النهار ذيول الغيائب فيعودون وقد فازوا بمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله وسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الدين اللازم ويرضى قهره على النشاق وقال هذا سيد الأنبياء وجل الأسياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم
أول ما نستفه برد حديثه ورد النبي كان قدره عظيما ونسبه كلما وصراطه مستقيما ولا في حقه ما لم يجل سبيعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه Oh,
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه فاهتج الآن صدر بالوسط فشعرا وجدان الكرسي حيبة ومكان وابتلعت السماوات والنوارا وجزت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل موترا أنواعا من فهره وفضله إلى نهاية تمام أمره ولم استدبها تلك بإذن رب الحلال وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم شاكدا شاكرا هامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم النبي سلام عليك Thank you.
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وعلى النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جعلنا الله واياكم استجيبوا شهادته واجروا جرحته ورافقه وكبير محمد هذا النبي الكريم عليه وسلم سندنا على وجهه القويم، واجعلنا من زياره امته وسنة بدل خربته وشهداء بالزمته، واستحمل سنتنا في بدعه ونصرته وزنا وتمسكنا بسنته وطاعته، وامنا على نبي وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وإن ما في كسر فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يأتي فترحمهمها. اللهم ارزقنا جيرته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين أنت ولا أذهب براسنا. اللهم لا تجعلنا في مجلسنا هذا هدى إلى مسألة بمعي توبة الذنوب، واسألنا بريد إما مغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في الصلاة المعدية إخوانا كانوا من قضاء معلوس إلى مثلها، ولكن هذه ساعتي وفضلها. اللهم الحمد إذا سرنا من أساب القبور، وشكرا لأن سبق سنه على أمر الدهور. اللهم اجعل لأليك ذاكرين، ولنحويك الشاكرين، وليومك من الذاكرين، واحينا بطاعتك مسرورين، وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين، ولا بهدولنا واهدنا منك بخير اجمعين. اللهم افتح سر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا رسول الكريم لنا شفيعا، ورزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هانية لا ندر بعدها ابدا، واشرنا تحت لويا الهدى. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ومعلمينا، وأنت من حقوق علينا ولجميع المؤمنين والمسلمين والأحياء منهم والأموات، أنت مجيب لنا وقاضي الحاجة يا الله، وقاضي الحاجة يا الله، فاغفر الذنوب والعاديات يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، سبحان ربي سبح عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.